إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر، استكمالا لما بدأناه في الحلقتين الماضيتين في علاقة السحر العنوسة بالإنسان أو المريض، يعني تكلمنا في حلقتين قبل ذلك في هذه الأعراض. النهاردة بقدر الله تبارك وتعالى نكمل الأعراض اللي هي متعلقة بالعروسة ونكملها ونصردها سريعا عشان ضيق الوقت، يعني عشان حتحدثنا فيها قبل ذلك، والنهاردة ونكمل أعراض السحر المتعلقة سحر العنوسة المتعلقة بالشاب أو الرجل. يعني طبعا زي ما احنا قلنا ان الاعراض دي بتختلف من شخص لشخص، وبتختلف من مكان لمكان، وبتختلف من شخصيه لشخصيه، تختلف من سن لسن، بتختلف من دوله لدوله. لكن اكتر الاعراض اللي بتظهر اللي هو الجن واحد او السحر واحد هو اللي بيعملها، كان الانسان ده مثلا مصري سعودي مغربي ايا كان يعني جنسيته، لكن هو السحر او الجن تركيزه وشغله واحد وشغله على المعدة واحد. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نحن نحصر كل الأعراض دي عشان خاطر نخرج بنتيجة. إيه النتيجة دي؟ اللي هي تأثير السحر على جسم المريض أو الأعراض اللي بتحصل له واللي الجن بيعملها له. إحنا قلنا قبل كده إن الجن ده أو السحر ده عبارة عن طلسم مكتوب. يعني طلسم مكتوب زي ما إحنا قلنا إن السحر ده بيبقى له ثلاث قوة مختلفة، سحر فردي وسحر مزدوج وسحر مركب. ايه في سحر فردي وايه سحر مزدوج وايه سحر مركب؟ سحر فردي اللي هو مكتوب طلسم واحد حروف بس، السحر المزدوج اللي هو حروف وارقام، السحر المركب اللي هو حروف وارقام ورموز اللي هي رموز المسدسة او الخماسية او مربعات او ايا كان هذه الرموز اللي هي الطلاسم يعني. فكل ده بيبقى مكتوب او علوم بيتعلمها او بيتلقاها الساحر من ابليس مباشره، او من المارد اللي ابليس بيكلفه على الساحر عشان يعلمه علوم السحر عليه من الله ما يستحق هم الثلاثه، لانه دول يعني ابليس بيستعين بمارد وبيكلفه على الساحر عشان ينفذ له طلباته وينفذ له رغباته. هو عايز يأذي فلان، هو عايز حد يكره حد، هو عايز يمرض فلان، هو عايز حد يحب حد. كل ده بيبقى تكليف من الساحر او تكليف من ابليس للمارد علشان خاطر يتلبس بالساحر وينفذ طلبات الساحر. انت عايز ايه وانا ننفذ لك كل شيء. كل ما الساحر زي ما احنا قلنا، ما كلما كان الساحر كافر او اكفر كان سحره اقوى. كل ما كان الساحر اكفر كان سحره اقوى. كل ما كان الساحر بيكفر اكتر وبيعمل اعمال يعني تغضب الله تبارك وتعالى كان سحره اوقع واقوى على جسم الانسان. قاعدة يعني نحطها النهاردة اللي هي السحر ده طلسم مكتوب، ويعني وجن ينفذ السحر طلسم مكتوب. الإنسان كلو أو شربه أو اندفن أو اتعلق أو اتنفخ أيا كان الطلسم اللي هو مكتوب ده هو بالنجاسة ديت أو مركب أو فردي أو مزدوج، بيدخل جسم الإنسان وبعد كده جن بينفذ. الجن ده بينفذ إيه في جسم الإنسان؟ بينفذ اللي السحر جايله عليه بالتفصيل. طيب السحر ده دخل جسم الإنسان، هو إيه أصلا؟ دي نجاسة دخل جسمك وطلاسم. الطلاسم دي تحولت الى شيء اسمه بؤرة سحرية. البؤرة السحرية دي شيء تحول الى عفونة داخل دم الانسان، وبقى هو ده مثابة الرابط، رابط الجن جوه جسم الانسان او التكليف بتاع الجن جوه جسم الانسان. طول ما الرابط ده موجود في جسمك مستحيل الجن يسيبك ويمشي. عشان كده دايما نأكد على الناس ما تروحش الشيخ يقول لك اقرأ ايتين قرآن او استحمى بماء قرآن وانت كده القصة خلصت عندك وانت بقيت كويس. لا، موضوع اكبر من كده. لا، ده الموضوع ان ده طلسم سحر دخل جسمك، يعني اختلط بدمك، دخل خلايا المعدة، دخل خلايا الكلى، دخل خلايا دماغك، كل ده من طلسم السحر. بقى هو وجسمك نسيج واحد. بعد كده السحر ده أثر على خلايا، أثر على الجهاز في جسمك، أجهزة جسمك، وبعد كده تحول إلى عفونة
والعفونة دي امتدت في جسمك ايا كان الهدف من السحر ايه، ان كان الهدف مثلا متعلق بمرشوش يبقى السحر بيأثر على جسمك او خلايا جسمك من تحت، السحر لو متعلق مدفون بيأثر على يعني نصك، نص جسمك ظهرك او الجزء السفلي، كان السحر مأكول بيأثر على الجزء السفلي من البطن اللي هو الجهاز الهضمي يعني المصران او غيره، وان كان السحر مشروب بيأثر على الكلى، ان كان السحر منفوخ او مشموم لان ممكن يحطوا لك على شيء تشمه بخور او 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 برفن او اي شيء، ان كان مشموم ولا شيء بيأثر على الرئه، ان كان منفوخ على نجمه او معلق بيأثر على دماغ الانسان، ده هو ده من اصعب انواع السحر تقريبا اللي هو بيأثر على تفكيرك وأثر على تركيزك وبيخليك انسان بسرعه انسان مريض، انسان مش عارف تفكر، انسان مش عارف تنام، انسان مش عارف تتحرك، انسان فاشل في حياتك، كل ده بيبقى من تأثير بلسم السحر اللي دخل جسم الإنسان. يبقى السحر ده عبارة عن بلسم مكتوب وتحول إلى بؤرة سحرية جوه جسم الإنسان في دمه، وبعد كده بقى معاه جن تابع له أو الجن ينفذ اللي الساحر قاله عليه، ويبدأ ويعيشوا هما الاثنين يعني قصة طويلة في جسم الإنسان عشان يوصلوه للمرض المعين اللي هو الساحر كلفهم بيه. المرض ده ممكن يكون مرض، مش لازم يكون مرض عضوي على قد ما هو يكون مرض روحي او مرض نفسي. يعني اكتر الاعراض عند المسحورين بتكون اكتر ما هي ممكن انسان يكون بنيانه قوي او انسان بيتحمل المرض او انسان عنده مثلا يعني جسمه كويس فيبدا يتحمل، كل ما يتحمل الموضوع يعني بياتي على ايه، على نفسيته اقوى وعلى حياته الروحيه اللي هو بيفكر ازاي، بيمشي ازاي، بيروح فين، كل ده بيأثر على ايه، بيأثر على تركيزه وحياته. يبقى السحر ده بلسم انكتب الانسان شربه او كله او اندفن او اتعلق او ايا كان صفه السحر يعني او اي نوعه، بعد كده بلسم ده بيتحول لبؤره سحريه بيكلف فيه جن كافر او مسلم او يهودي ايا كانت ديانته، مش ده الفرق، وبرضه عشان الناس ما تصعبش المساله ويقول لك اصل الجن اللي عليه كافر او الجن يهودي، كله جن واحد وكله له طريقه واحده في الخروج وكله المهم، لكن طريقه خروج السحر من جسم الانسان هي دي المعضله، وهي دي اللي محتاجة علم، وهي دي اللي محتاجة دراسة، وهي دي اللي محتاجة ان الشيخ يبقى عنده يعني ايه بصيرة، وانه يبقى فاهم انا بنعالج ايه بالظبط، مش واحد هيجي لك تقرأ عليه ايتين قرآن وكده القصة انتهت من عندك خلاص، لا الموضوع اكبر من كده، لان ده مرض دخل جسم الانسان ولازم يخرج من جسم الانسان لانه له توابع بتأثر عليه. ايا كانت التوابع دي بتأثر على الجهاز العصبي عند الانسان، بعد كده الانسان ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعيش حياته الطبيعية، ودي لها اعراض اللي احنا بنأكد عليها. كل نوع سحر له اعراض منفصلة لوحدها بشكل بصورة غير التانية، كل نوع سحر له طريقة في عمايله، إن كان السحر مأكول أو مشروب أو معلق أو مدفون أو منفوخ، كل نوع سحر له طريقة، كل نوع سحر له أعراض، لكن كلهم بيشتركوا في أعراض عامة. يعني كل ست أنواع سحر دول زي ما احنا بنأكد وبنقول إن الأنواع السحر ستة ما لهمش سابع عشان بس ما لكن أقسامهم كتير. يعني واحد يقول لي مثلا سحر بالمرض، لا المرض ده عرض للسحر أو الهدف من السحر المرض، لكن نوع السحر مأكول مشروب معلق منفوخ مدفون يعني منفوخ على نجمة أو غيره، دول ست أنواع سحر ما لهمش سابع، لكن أهدافهم بتختلف، كل نوع أو كل نوع سحر بيختلف من شكل لشكل أو من صفة لصفة. لكن الأساس اللي بنأكد عليه اللي هو السحر ده بلسم انت كلته وشربته تحول في جسمك بقى مرض موجود في جسمك، لازم تخرج المرض ده من جسمك عشان خطر الأعراض دي تبدأ تزول من عندك. لكن نروح لحد يبدأ يأكد لي على الأعراض، انت عندك كذا وكذا 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 وساب المرض في جسمي زي ما هو، يبقى انت مش هتوصل لنتيجة، لأن السحر مرض والجن عرض، كلما قوي السحر قوي الجن، كلما ضعف السحر ضعف الجن. يبقى دي قاعدة لازم نمشي عليها، كلما كان الساحر كافر كان سحره أقوى، قاعدة، كلما كان الساحر كافر كان أكفر كان سحره أقوى، كلما كان بلسم السحر بالنجاسة أقوى كان تأثيره على الجسم أقوى، كلما كان الإنسان ضعيف إيمانيا وضعيف جسمانيا كان السحر عليه أقوى، كلما كان الشيخ اللي بيعالج مش فاهم هو بيعالج إيه بيأثر على نفسية المريض أقوى. يبقى انت شيخ بتعالج او معالج افهم انت بتعالج ايه عشان ما تدمرش حياة الناس وتدمر نفسيتهم وانت بتعتقد انك شيخ وبتعالج. طبعا في ناس كتير تهاجمني على الصفحة اللي هي صفحة علاج مرض السحر في يوم واحد،
بتهاجمنا كتير على الصفحه وبتهاجمنا كتير. انت يا شيخ انت بتقول لي ان الجن ما بيتعبش من القران، ده انا شفت فلانه بتصرخ قدامي والله لما سمع القران. روح عالجها نفسيا. اي حد يقول لك ان انا شفت فلان بيصرخ وصوت لما سمع قران، ده مريض، ده مريض، مش مريض ساحر، ده مريض نفسي، او مريض عايز الشيخ اللي بيقول كده كمان عايز يتعالج. يعني الشيخ اللي بيقول لك ان الجن بيتعب من القران ده عايز شيخ يعالجه او عايز معالج يعالجه، لان القران ده شفاء، القران رحمه، القران هدى، القران ده كلام الله. القران ما تسمعه تهدى، حتى لو عندك مليون جن في جسمك اوعى الشيطان يهيئ لك. انا عايز دايما بناكد على المعلومات دي ليه، او القواعد دي عشان نعيش بيها، عشان ما يقولكش الشيوخ نصابين، عشان ما يقولكش الشيوخ مش فاهمين. افهم الاول ايه انت هتوصل للناس لايه، عشان تيجي دلوقتي تقول لي ان القران بيتعب الجن. يعني ربنا انزل لنا شيء بيتعبنا؟ يعني كلام ربنا متعب؟ يعني ربنا بيقول شفاء وانت بتقول تعب؟ يعني ربنا بيقول رحمه وانت بتقول ده عذاب؟ لا، الكلام مش مقنع. لكن لما تربط الشرع وتقدر تستوعب المسائل كلها، هتلاقي نفسك الدين منضبط معاك، وهتلاقي نفسك انت عارف انت بتتكلم في ايه، وهتلاقي ان ربنا رحيم بينا، وهتلاقي ان السحر ده مرض وله علاج، مش زي ما الناس فاهمه ان السحر ده عمره ما يتعالج. زي ما كان اخ بيكلمني قبل الهوا دلوقتي بيقول لي عندها بقى 35 سنه مريضه بالسحر. 35 سنه عشان ما تعالجتش، هي مش مريضه بالسحر، هي للاسف هي وقعت في شيوخ ما بيعالجوش، او راحت لناس ما بيعالجوش، دي مش القصه. يبقى الاول اعرف انت بتتعالجي من ايه، عشان تلاقي نفسك او تلاقي نفسك اتعالجت صح، والقصه بقت سهله معاك. وكل سحر له مرض له علاج، وما فيش حاجه اسمها سحر ما بيتعالجش، لا، السحر بيتعالج، وهو مرض زي اي مرض بيتعالج. لكن الشيخ اللي بيعالجه او المعالج اللي بيعالجه لازم يكون انسان فاهم هو بيعالج ايه. طيب ناخد ورده، ماشي، خد ورده عشان ما تنتظرش. اتفضلي يا ورده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا كلامتك من جيمه الشمعان يا شيخ، عايز اعرف هتيجي امتى في مركز جينا؟ مركز جينا ان شاء الله خلال الاسبوعين اللي جايين دول باذن الله. اسبوعين جايين ان شاء الله؟ هنحاول بقدر الامكان يعني باذن الله. عشان ان شاء الله عايز اروح زياره هنا. ان شاء الله باذن الله نحاول نيجي باذن الله. انا هنعلن يعني قبل ما نيجي ان شاء الله، هنعلن على اليوم اللي رايح فيه ان شاء الله. وانت عندكم الاخ سعد يعني هناك بسم الله ما شاء الله يعني متمكن يعني. والله هو الشيخ سعد دايما يلح علي يعني لازم تيجي ان شاء الله باذن الله نكون متواجد يعني باذن الله يعني. نشكرك يا ورد. سريعا نقول الاعراض اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقه الماضيه يعني عشان الناس تربط الاحداث ببعضها، ان السحر العنوسه ده له اعراض بتظهر عند البنت وله اعراض بتظهر عند الولد الشاب. يعني الاعراض دي ممكن تكون هم يعني فيهم ارتباط بينهم من بعض. مين تاني؟ حد اسمه في اتصال اسمه محمد؟ طيب استاذ عاطف. استاذ عاطف اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. انا بشكركم جو كده والله جديه كده يا عم الشيخ، الحاج سعد يعني الشيخ سعد عمله معايا يعني تمام. الله يخليك. لسه بنقول الشيخ سعد متمكن يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. الله ربنا يزيده من نعيم الله، ربنا يزيده يا رب. انا كنت تعبان نفسيا وكده، والحمد لله يعني ربنا الاول ثم الشيخ سعد يعني تمام. يعني بشكرك حضرتك انت برضك عم الشيخ، بشكرك جدا يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا الاخوه اللي احنا معلمينهم في المراكز بتاعتنا يعني ناس متمكنه، وان شاء الله احنا بنحاول بقدر الامكان المرحله اللي جايه نفتحه ان شاء الله في القاهره هنا في 6 اكتوبر باذن الله، عشان نجرب على الناس المسافات يعني ان شاء الله. يكرمكم ويسعدكم. ربنا يبارك فيك يا اخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا حاضر، ربنا يحفظك. عمر يا باشا معاكم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عمر اتفضل. سامعك. الشيخ معايا؟ انا سامعك. حضرتك الشيخ في حاجه عايز يعني توصف لي حل ليها. اتفضل. انا من بني سويف، بس طبعا عندي 20 سنه وفي حاجات بتظهر لي لابسه ابيض فابيض
وليهم سواعي بشوف ليهم جناحات وسواعي بيجوني من غير جناحات. كويس. بيكلموني وطبعا بشوف حاجات كده يعني بيدلوني على الخير وكل حاجة، وبيظهروا لي بحاجة حلوة وبيكلموني، ولابسين أبيض في أبيض، هي واحدة ست ومعاها زوجها. أنت بتصلي يا أخ عاطي؟ بتصلي يا أخ عمر؟ كنت بصلي وبقطع. أيوة يا أخ عمر. وفي حاجة تاني برضو بيجيني المنامات اللي بتجيني بيكون فيها الرسول وأصدقاء للرسول كتير. شكله إيه النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ عمر؟ جاني واحد جاني الأول قال لي خد كوباية اللبن دي، ده لبن رسول الله بعته لك. ومرة تاني لقيته شفت النبي، شفت النبي يا عمر، شفت النبي؟ شفت الجسم لكن حضرتك ما رأتش الوجه. طيب ماشي يا اخ عمر. طيب رأيت الجسم ومواصفاته يا اخ عمر. يا اخ عمر ده شيطان يا اخ عمر، ده شيطان لكن مش النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيظهر لك بأجنحة بيضة والكلام ده كله ده شيطان عايز يخليك تسحر، لاني اكيد والله اعلم ان انت حضرت جن او مشيت مع الناس اللي بتحضر جن او مشيت مع الناس اللي بيفحطوا على اثار او غيره، فدول بيلبسوك جن عشان خاطر تبدا تدور يعني وتبحث عن المساله ديت. فده يعني اخ ده جن يعني بيستدرجك عشان خاطر تكفر وتبقى ساحر. فانت اتقي الله في نفسك، صلي يا اخ عمر وابعد عن الموضوع ده وما تفكرش فيه تاني، عشان خاطر انت الجن هينمي لك المساله ديت وعشان خاطر يظهر لك بصوره كويسه. ابليس عشان يخلي الساحر ساحر ما بيقولوش تعالى اكفر على طول يلا انت كافر، لا ده هو بيستدرجه، بيدخله الاول مدخل الدين ومدخل القران ومدخل السنه، وبيظهر لك بصوره شكل ابيض، وبعد كده يظهر لك انه الرسول، وبعد كده اداك كوبايه لبن او اداك مش عارف ايه، وبعد كده يقول لك يلا انت، وبقى ممكن يعمل لك ختم وممكن كذا عشان خاطر يدخلك في قصه السحر عشان تكفر. فدي بتبقى مصيبه كبيره ودايما بنأكد عليها وبنأكد الموضوع ده، اوعى يعني خلي الشيطان يستدرجك للكفر لان ده كفر. وبقى يعني انت دلوقتي بتصلي، انت انسان ما بتصليش عشان تشوف ملائكه يعني، اصلا ممكن الاخ عمر يعتقد ان دول ملائكه. طيب ماشي. مين؟ هبه. اتفضلي يا هبه. اتفضلي يا هبه، سامعك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت انا ليا واحده صاحبتي بقالها سنه معانا مدخلتين كده، بطنها تعبانه جدا وراحت لدكاتره كتير وعملت منظار وكده ومفيش فايده، مفيش اي علاج جايب نتيجه. طب لحد ما في الاخر يعني حد قال لها على شيخ وكده وراحت له وسربها حاجه، وبعد كده هي رجعت فقال لها ان انت معمول لك حاجه وكده، والمفروض ان انت بعد شهر هتبقي كويسه عادي. كويس. فهي قعدت الشهر وزادت عن الشهر بكتير يعني، ولسه مش ارتاحت خالص. كل الحكايه ان هي كان بيجي لها امساك قبل اللي بتاع ده، بعد كده ما بقاش يجي لها امساك يعني. طيب انت منين؟ طيب يا هبه من دمياط. طب انت ممكن تجي لي مركز اسكندريه؟ تمام يا فندم. او البحيره، وان شاء الله تتعالج ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. هو كده الله اعلم ان هي واكله ساحر، بس هتعالج منه صح وخلاص يعني ان شاء الله، مش هيبقى في مشاكل يعني. مين تاني معايا؟ عليك الصلاه والسلام وبركاته، اتفضلي. فرحه. راضي عم ايه؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، اتفضلي. انا فرحه من هنا. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ايوه سمعك. انا كنت بعاني من سحر، ورحت المركز في جنة، مركز تمام. النور تمام والحمد لله يعني عافيت تمام ولله الحمد. كويس. كنت بتعاني من ايه فرحه ودلوقتي؟ كنت بعاني من سحر ويعني كنت تعبانه خالص. كويس. بس بفضل ربنا يعني وفضل الشيخ سعد يعني الحمد لله والله. كويس كويس. والمركز ده بنصح اي حد يروح المركز ده. بتنصحي اي حد؟ ربنا يكرمك. اي حد اللي بيعاني من سحر. ربنا يكرمك يا فرحه يا رب. واي حاجه. ده شرف لنا يعني. يا فرحه اتصالك والله، ربنا يكرمك. والله جزاكم الله كل خير. تمام. واجعلهم في زنات حسناتكم يا رب. يا رب يا فرحه يا رب، ربنا يبارك فيك يا اختي. عياد السلام عليكم. ايوه هلا عم الشيخ. اخ عياد تفضل، سامعك. تمام الشيخ معي؟ سامعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. احنا بقى بنتواصل بيك من زمان خالص، عايزين نتواصل مش عارفين. يا رب اراد الوقت. ربنا يحفظك. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك. كلمني بالتليفون بقى. عندي بنت
اتفضل. عندي بنت لما عشان اسمح لك اتفضل يا عم استنى خليك المره. عندي بنت وبعدين ايه يعني فات سنها شويه ولازم تجيها كتير وما بتتمش. عندها كم سنه معيات؟ ها؟ عندها كم سنه؟ عندها فوق 30. اه ما انخطبتش؟ ما انخطبتش خالص قبل كده؟ لا خطبت كتير خالص بس هي ما يجي وعند السداد يتوكل على الله. ما طيب بتتمش. طيب هي عندها اعراض من اللي احنا اتكلمنا فيها عن معيات ديت؟ والله يمكن عندها. انا رحت برضه وانا ما اكذبش عليك رحت للشيوخ كتير. وما جابتش نتيجه معانا. كل واحد يقول انا خلاص انا الشيخ الكبير وهو مش شيخ بقى. الله يسهل له. طلع ده ازاي؟ وما بيعملش نتيجه. طب بص انت منين عم عيط؟ طيب انا من هنا من الصف تبع الجيزه. طيب يعني انت قريب مني ممكن تيجي تجي لنا البحيره. بص يا عم عياد انا عايز اوصل لك حاجه بس. اكتر الشيوخ بيعالجوا جن بس. ها؟ اكتر الشيوخ الا من رحم الله بيعالجوا الجن بس. هو بيعالج جن بس. بيعالج العرض وسايب المرض. ايوه. فانت هتفضل طول عمرك تروح للشيخ والشيخ عالج لك الجن بس والجن يطلع ويرجع تاني. او ممكن ما يطلعش وهو بيضحك على الشيخ انه طلع. ما بيطلعش. ايوه. وما بيطلعش يا عم عياد. فاحنا عندنا مشكله كبيره لازم نعرفه نوع السحر ايه اللي عندك لعند بنتك وان شاء الله نعالجوها. وموضوع بسيط جدا يا عم عياد. ربنا يبارك لك. والله انا ركبك من زمان انا شايله معايا اهو بس عشان خاطر اتوصل معاك. شرف مفتش شرف لي يا عم عياد والله. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يحفظك. نشكرك يا عم عياد. مين؟ طيب احنا مشكله يا جماعه بنقع فيها كتير والناس لازم تاخد بالها منها. ان انت بتروح للشيخ الشيخ بيعالج العرض وسبب مرض زي ما بنأكد ونقول اهو ان في حاجه اسمها مرض وحاجه اسمها عرض. لو فضلت طول عمرك تروح للشيخ والشيخ يعالج العرض وسبب المرض زي ما هو يبقى احنا مش هنطلع بنتيجه وهتفضل طول عمرك تلف عند الشيوخ وبعدين يبقى الاخر خالص تقول الشيوخ نصابين ومش هتطلع بنتيجه. فروح لشيخ او معالج يكون فاهم هو بيعالج ايه عشان تخلص من المساله ديت. للاسف ان كل الجن ما بيشوف نفسك او بيشوف الناس اللي حواليه مش عارفين يعالجوه بيتمكن اكتر من جسم الانسان او الانسان المريض ديت وبيضيع حياتها. كمان شويه بعد ما بنتك توصل ل 30 40 30 35 سنه يبدا يجيب لها عريس ايا كان عريس مش متفاهمين وبعد كده يحصل طلاق بعد حمل او خلفه او غيره ويحصل دمار في المجتمع وده الخراب اللي بيحصل. طبعا ابليس بيبقى سعيد جدا انه يحصل خراب ويحصل يعني تفرق في البيوت ويحصل طبعا بيبقى اساس خراب البيوت من الطلاق يعني. طيب عشان وقت الحلقه عن يعني نحاول يعني ننجز شويه في الاعراض سريعه عشان نوصل لاعراض ال مكالمه تاني. طيب نهى ماشي. يا نهى اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بس حضرتك على طول بحلم حلم اللي فيه اللي انا بخش تراب. بحلم على طول بخش تراب وتعبين وكده كويس يا نهى ماشي. وبعد كده بحلم بحاجات تانية حاجات وحشة يعني خالص. طب انت متجوزة يا نهى؟ ايوه متجوزة والدارة ما بتجيليش الا مرتين في السنة. طيب كويس. طيب يا نهى انت بتشم ريحة وحشة في البيت على طول؟ ايوه وبلاقي ورقة مكتوب فيها اعمال حاجات وحشة حروف وحاجات مرة لقدام. طيب بتلاقي ريحة بق الكريهة على طول او ريحة نفسك الكريهة؟ ايوه وضربات قلب ساعات بتبقى طب سريعة وعندي حرقان على طول في معدتي. دايما جوزك يشم منك ريحة وحشة؟ ايه في بق بس. اه طيب يا نهى. طب هو كده انت معاكي سحر مدفون. دي اعراض سحر مدفون يا اختي. فلازم تتعالجي بقى صح يعني. دي اعراض سحر مدفون. ده اللي بيحس. طب ضربات قلب بتبقى سريعه على طول. ما هو لازم لازم ضربات قلبك سريعه على طول تحس نفسك مش طالع على طول تحس بهمدان مش قادر تتحرك صداع مش قادر تشيل راسك مع المخده كل ده لان السحر المدفون ده بيخليك كانك انسانه ميته او انسانه مش حاسه بالواقع اللي حواليكي مش عارفه تفرحي. تحلمي بفرح في المقابر تحلمي بعزة في المقابر تحلمي انك رايحه مشوار في المقابر تحلمي انك قاعده مع اولادك وجوزك في المقابر كل ده لان الجن اللي معاكي اللي هو بتاع السحر المتون ده قاعد في المقابر. ففي جن معاكي تاني اللي هو خادم السحر ده بيبقى يعني او حارس السحر ده بيبقى حارس السحر مع خادم السحر هما الاثنين بيحسوك انك انسانه ميته او انسانه اتجاهك للمقابر. زي ما احنا دايما بنأكد الانسان اللي معمول له سحر ببول وبراز يبقى دايما حاسس انه في الحمام اكرمكم الله يحلم انه اكله حد بياكله براز او شربه بول او غيره او دايما ما يعرفش يفكر او يقعد غير في الحمام.
فكل ده بيرتبط بالنجاسة بتاعت السحر نفسها. عشان كده الأخ اللي بيعالج يعرف يفرق بين السحر بين نجاسة السحر وبعضها. كانت السحر معمول بمني زنا أو دم حيض أو بول أو براز، أو معمول سحر عادي بمداد أو حبر أو غيره، وده بيكون تأثيره من تأثير السحر في دم الإنسان نفسه. أول عرض إرهاق عام، الإنسان على طول تحس بإرهاق عام. هنسرد الأحداث بسرعة عشان خاطر الناس إيه، إحنا اتكلمنا فيها قبل كده لكن برضو بنذكر بيها. توتر ونرفزة، إحمرار في العين، إصفرار في الوجه، على طول تحس الإنسانة مريضة. خسية أو زيادة غير مبررة، يعني كانت تخينة خست أو كانت رفيعة تخنت مرة واحدة. حب الوحدة، على طول تحس إنها عايزة تقعد لوحدها. البكاء بدون سبب لا إرادي، كره يعني كره الأم أو الأب، دايما بتكره أمها وأبوها. عدم السماع نصيحة من حد، ما بتحبش تسمع نصيحة من حد. الإهمال الشخصي، كانت إنسانة كويسة واخدة بالها من نفسها ويعني ومظهرها، وبعد كده ما عادش لها يعني طاقة أنها تهتم بنفسها خالص. نزول الشعر، على طول عندها نزول في الشعر. دوالي الساقين، دايما الدوالي عندها بتبقى ظاهرة بطريقة غبية عشان يخلي شكلها مش كويس. يعني الشعر الزايد على طول في المناطق الحساسة، أو تحس إن هي إيه، لأن بيلخبط الهرمونات، تحس البنت عندها شعر زايد في أماكن على طول مهما تزيلها وهي موجودة. فلازم الأول تعالج السحر، عشان السحر هو اللي رفع هرمونات الذكورة، فكده عشان كده بتطلع الشعر الزائد كأنها يعني كأن الهرمونات بتاعتها هرمونات ذكر مش أنثى. حب الشهوات، دايما عندها ميول للشهوات. يعني حب النظر في فتنها، تحس انها دايما تبص في فتنها على قصاد المرايه او غيره. الالفاظ القبيحه، دايما تلفظ بالفاظ قبيحه. مشاكل في الدوره، على طول عندها مشاكل في الحيض زي ما الاخت كان بتقول دلوقتي. عدم التماس الاعذار، تقول لك انا كده ما بنحبش اي حد يعمل غلطه معايا، يبقى كده دي نهايه العالم يعني. خنقه على طول وضيقه، وعند سماع فرح او خطوبه، او ما تسمع ان جارتها مخاطبه شبكه بتاع، تحس ان على طول دايما بتتوتر وتتعب نفسيا وتزعق بقى وايه، وتحس ان حياتها اتدمرت. تغيير على طول في المزاج، على طول يعني اخلاقها او مزاجها مش مظبوط، على طول تحس انها متوتره متقلبه، فده بيبقى من اعراض سحر او السحر اللي هو هدفه عدم الزواج او العنوسه. خروج ريحة كريهة عند وجود عريس في البيت، أول ما يكون في عريس زي البيت تحس إن بيطلع منها ريحة وحشة، مهما تحط من أغلى المعطرات أو البرفانات دايما برضو ريحتها مش كويسة، حتى لو استحمت، حتى لو غسلت، حتى لو لسه لابسة هدوم جديدة، برضو في ريحة مش كويسة. الحديث بأسلوب مستفز للمستمع، على طول تحس إن هي متعالية مثلا، تكلم بأسلوب مستفز، مع إن هي مش مستفزة، مع إنها إنسانة عادية مش متكبرة، لكن عند أول ما يكون في عريس أو شكل عريس أو حد ممكن يفكر فيها، تلاقيها بتتحول بالنسبة له، ودايما يبقى أسلوبها مستفز للعريس أو غيره. الكوابيس، على طول تحس إن هي في كوابيس، الكابوس ده اللي هو الجاسوم، إن هي دوب بتنام تحس إن في حاجة ضغط على قلبها على طول، تحس إنها حاجة بتطلع روحها يعني. الأحلام بالفشل على طول، ودي العرض اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. الأحلام بالفشل، دايما تحلم انها شيء فشلة فيه، ودايما تحس ان هي مش موفقة، ودايما تحس انها حتى لو راحت عملت اي حاجة شغل او كلام مع حد، او مثلا راحت تعمل اي حاجة، تحس انها برضو يعني هتفشل. الإحباط واليأس، دايما محبطة، عندها يأس، ما عندهاش أمل، ما عندهاش يعني على طول بكرة يأس، أو بكرة مش حلو، أو بكرة أسود، أو بكرة كذا، دايما عندها ألفاظها بتدل على إن بكرة مش جاي خير. في اتصال؟ تمام، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو اتفضلي اتفضلي، سامعك، انا سامعك. نهى، منى. انا منى. اتفضلي يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منى. والله انا معايا ابن عمي يعني كويس، ومتجوز ومعاه صبيان ومعاه بنات كويس، وجد كويس. فجاه كده اتصل بينا وقال انا اتجوزت. كويس. اتجوز واحدة عندها 5 عيال ومعاها بنت متجوزة. كويس. وبتشتغل عنده. كويس. خدها بدون أي مقدمات كده، وبعدين ابتعد عننا كده يعني، ومش زي ما كان بيودينا الأول ولا كده ولا كده، عايزين نعرف السبب يعني. هو أولا يا أخت منى، هو أولا يتجوز ده حاجة هو حر فيها.
لكن انه يتغير عليكم هو ده اللي مش حر فيه. لا اتغير كتير. هو ده اللي هنا يكون فيه مشكله، لكن هو يتجوز او ما يتجوزش دي حاجه بتاعت ربنا، وربنا مديله يعني حق في ده، ودي سنه الحياه. لكن كان بيسال على امه كتير وعلى اخواته وعلينا، ودلوقتي ما بيسالش على حد خالص. هي لا، طب ممكن هو يرضى انه يتعالج يا اخت منى؟ هو اساسا مش مقتنع بالحاجه دي، ولا مقتنع ان في حاجه معموله له. طيب هو حاول بقدر الامكان خليه يسمعنا يا اخت منى في اي حلقه، يعني لاعراض سحر المحبه اللي هتكلمنا عنها، وان شاء الله نبقى نذكرها يعني، لانها مرتبطه باعراض سحر العنوسه. لو هو مقتنع بالكلام يا ريت تجيبوا له نعالجوه ان شاء الله. لكن اوعي، دي نصيحه، تروح الشيخ يقول لك هنخلي لك زي الخاتم في صباعك، ده انا هرجعه لك، ده انا هنعمل، ده انا هنخلي نصابين كلهم مش هيفيدوك باي شيء نهائيا. وممكن انا ما رحتش لحد، انا اتصلت بحضرتك على طول. الله يبارك لك يا اختي منى. لا بص يا اختي، لو الشيخ هيعالجه هتقولي انا هعالجه لك، لكن اوعي تدي اسمه لحد او اسم امه لحد كده، انت بتعمله سحر وده كفر. ماشي، دي نصيحه يا اختي. لكن برضو انا اجيبه لحضرتك، في عند حضرتك مركز في اسكندريه يعني؟ في اسكندريه، في الاسكندريه في المعموره. والارقام موجوده، وان شاء الله تشرفيني يا اختي. ان شاء الله ممكن يكون معمول سحر، وان شاء الله هعالجه. وردة تاني ولا وردة جديدة؟ وردة جديدة، اتفضلي يا وردة. انا مدانة يا شيخ لكلامتك من شوية. طب يبقى وردة قديمة اهو، اتفضلي يا وردة برضه. انا كلامتك من شوية، ليش اتفضلي. مش نمتوا على السيد الوالد، ابويا متوفي ليش 12 يوم؟ ايه تاني؟ ابويا متوفي ليه 12 يوم من حج، متوفي ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه يا رب، ربنا يرحمه يا رب. ان شاء الله. انا حلمت بيه حلمين، حلمت بيه اول يوم متوفي جاني يقول جاي يعني يقول لي انت قلقان وقلقان عليكي. طيب بص يا منى يا ورده، هو احنا برنامج احلام بقى، شوف الاستاذه منى بقى هي اللي ايه متخصصه الاحلام. لكن لكن بص انا هقول لك قاعده امشي عليها، عيش عليها. اي حلم وحش ده شيطان، اي حاجه حلوه من ربنا، الرؤيه من الله والحلم من الشيطان. فانت لو لقيت اي حاجه تزعجك ده شيطان، ما تهتميش بيها ولا تحطي الموضوع ده في دماغي. لو لقيت حاجه حلوه انت مبسوطه بيها فرحانه بيها، دي رؤيه من الله. فابوك ابوك قلقان عليك او انت قلقان عليك، ده طبيعي يعني، امر طبيعي ان هو ميت وانت لازم تعلمي بيه عشان انت كنت مرتبطه بيه وكده. طب في رؤيه ثانيه شفتها معلش يا شيخ؟ نعم؟ في شفته رؤيه ثانيه. الرؤيه انا مش برنامج رؤيه يا منى يا ورده، معلش. عشان بس احنا في حاجات افيد يعني، معلش انا اسفين. اشكرك يا ورد. خدي القاعدة في حياتك، اي حلم تشوفيه وحش ده شطان، اي حاجة تشوفيها رؤية ان شاء الله دي تكون من الله يعني. بس ممكن الشيطاني يعني ايه بيختلق مواضيع عشان قادر يلبس على الانسان حياته، زي الاخ اللي كان بيتصل بيه بيقول لي انه بيظهر لي انه ملاك ابيض وانه مش عارفة ايه الكلام ده كله، ده شطان بيهيأ لك ان هو الخير عشان قادر تمشي وراه وتسمع كلامه ومشيك زي ما هو عايز. الإحباط واليأس، دي رقم 25. رقم 26، جعل الجن والسحر شماعة أمام الناس، كل حاجة تكلميها فيها تقول لك أصلا عندي سحر. طيب أنت ما بتصليش ليه؟ عشان عندي سحر. طب أنت ما اتجوزتيش ليه؟ عشان عندي سحر. طب أنت ما رحتش مكان فلان ليه؟ أصلا عندي سحر. طب أنت ما كلتيش ليه؟ عشان عندي سحر. طب أنت لعند دلوقتي مش مهتمية بنفسك؟ أصلا عندي سحر. طب أنت ما قابلتيش فلان كويس ليه؟ عشان عندي سحر. كل ده دي شماعة للفشل، يعني العروسة أو البنت بتعلق عليها فشلها أو بتعلق عليها حياتها. فما تخليش السحر والشيوخ شماعة يسوقوا حياتك. لو أنت مسحورة عالج نفسك وإن شاء الله تتعالج وببساطة. لو أنت مش مسحورة يبقى عيشي حياتك الطبيعية، ما تخليش الشيطان والجن يخلولك حياتك يعني إيه حياتك مش كويسة. طيب المرض المستمر على طول، دايما مريضة، دايما دماغها تصحى من دماغها، سنانها تصحى من سنانها، ده قلبها يصحى من قلبها، تخش بطنها تطلع من بطنها، تخش في رجليها، دايما كل يوم تشكي من مرض معين، وده بيبقى كأنها إنسانة عندها 100 سنة ومهلهلة ومش قادرة تتحرك ونفسيا متحطمة، وده بيكون من أعراض سحر يعني عدم الجواز أو العنوسة. خالد فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ راضي، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. أنا سعيد جدا إن أنا بسمع حضرتك وقاعد بشاهد حضرتك. ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا فندم. أنا اللي سعيد والله خالد، ربنا يحفظك. أنا هختصر كلامي مع سيادتك عشان أنا عارف وقت حضرتك الثمين. ربنا يحفظك وبارك فيك. كل الأعراض اللي سيادتك قلتها عن السحر للأسف الشديد أنا وأسرتي بالكامل بنمر بها. تمام.
فارجو من حضرتك، انا مش عارف ابدا معاك ازاي او انهي كلامي ازاي، ولكن انا عايز حل اللي انا فيه. يعني ولادي، انا طبعا عندي بنت عندها مرض اعراض حساسيه في انفها وفي صدرها، عندي ولد من 20 يوم رجع دم من بقه، وخدت له الدكتور وقال لي عايز اعمل له مناظير والولد ما بيفتحش والعلاج مش جايب معاه. عنده كم سنه طيب؟ الولد عنده ثانيه سنه وعام، عنده حوالي 15 سنه او 16. تمام. وعندي زوجتي كمان عندها الم في ظهرها، دايما بتشتكي بصداع. عندي بنت برضو تانية في أولى إعدادي، برضو الدورة مش منتظمة معاها، دايما بتشوف بتدوخ وبتقع، دايما عندها شكة في صوابعها، تحس بشكة في صوابعها وتقوم واقعة في الأرض. الأولاد بيتهيأ لهم حاجة في البيت، إن حد بيشخبط على ترابيزة السفرة، بيتهيأ لهم إن في خيال مشى في البيت. طب أنت جبت الشيوخ من اللي بيحضروا جنة ولا حاجة في البيت؟ أنا جاي سيادتك أهو، أنا الوقت اللي أنا بكلم فيه حضرتك دلوقتي، أنا كنت على موعد مع واحد ان هو بيجي لي البيت وجالي جلستين. كويس. هو فعلا قال لي ان في انت معمول لك شغل كتير في البيت وعندك مش عايز، وقال لي بالمعنى، قال لي عندك، وقال لي مراتي ادالها مرايه، قال لها بص في المرايه، مراتي ظهر لها اشياء في المرايه على اساس ان في واحد قاعد على كرسي وماسك عصايه في ايده. طب ابعد عن الشيخ ده، اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي خالد. اخويا خالد، ابعد عن الشيخ ده. من القريه حوالينا. لا ما تدخلوش بيتك تاني يا عم خالد، ده ما الا يا اما عنده عدم علم يا اما هو معاه جن. فلا لا، ده كمان انا لقله القناعه بتاعتي بيه، وانا طبعا معلش انا راجل متدين وبفهم. ربنا يبارك فيه. فهو بيجي يقعد ويقعد معانا وبيشرب سيجاره. كويس. زي سيجاره مع قران مع الكلام ده، انا مش عارف. طيب يا عم، طيب يا عم خالد، يبقى ده انت مدخل بيتك دجال بقى، فده يضرك. بص يا عم خالد، اتفضل. بدل اعراض اولادك كلهم مرتبطين ببعض وكلهم عندهم مشاكل وعند الام مشاكل، يبقى ده سحر وراثي من الام، بيتك ما فيهوش حاجه. سحر وراثي من الام. سحر وراثي من الام، عايز تعالج الام والابناء وخلاص، ده الموضوع بسيط جدا. فانا ما تربطش بقى بيتك وتكره بيتك وكل حاجه تحصل في البيت يبقى ده السحر، وكل حاجه تخبط في البيت اصلا ده الجن. جن. بص يا عم خالد، لو في سحر في بيتك، لو انت شغلت صوره البقره في بيتك كل يوم مره، مستحيل حاجه تحس بحاجه. تمام معايا يا عم خالد؟ صوره البقره على طول شغاله في البيت. بدل شغلتها في البيت يا عم خالد، انسى موضوع تعب بيتك ده، لكن ديت حاجات جواكم انتوا، ده سحر متعلق بالام، تعب البنت، لخبط الدور عندها وخلى ابنك يرجع دم، وخلى بنتك الثانيه مش ده كله سحر من الام، سحر وراثي، وخلى وتحكم في يعني في 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 بنايه جسمان اولادك، فأثر عليهم، اللي أثر على المعدة، واللي أثر على هرموناتها، واللي أثر على شعرها، ومراتك متدمرة، يعني كل ده ضغط من السحر، عايز تعالج صح وخلاص يا عم خالد. فبالله عليك ما تدخل حد في بيتك بيدمر حياتك، وبعد كده تقول أصلا الشيخ قال لي بيتك فيه شغل كتير. شغل إيه اللي عند الشيخ يعني؟ إيه شغل إيه؟ شغل سورة البقرة في بيتك يا عم خالد، اقرأ آية الكرسي في بيتك، والله ما هتشوف حاجة في بيتك تاني، لأن ديت إلهي الصعوبة البطرة، يعني مستحيل الجن يقدر عليها. طب لو جن سحر بقى وقاعد معايا في جوايا، ده يسمع قرآن معايا ويصوم معايا ويحج معايا وكل ده، القرآن مش هيزعله في حاجة أصلا. وبعدين تجيب لي شيخ بيقرأ قرآن وبعدين يولع سيجارة، وبعدين بعد شوية أقول لك بص في المراية، هو معاه جن. لما مراتك بصت في المراية، زوجتك بصت في المراية، هو شاف، خلاها تشوف الجن اللي معاه، اللي هو جاي معاه البيت، وبعد كده هسيب جن في بيتك ويمشي، وبعد كده هتحس إن بيتك فيه بقى ملبوس، وبعد كده هتحس إن تخبط في البيت. كل ده يا عم خالد ده دي اشتغالات بتاعت شيوخ، ودول أصلا سحر ومعاهم جن ماشي معاهم، فابعد عنهم عشان تعيش يا عم خالد، الله يرضى عليك. دي نصيحة يا جماعة بننصحها للكل، اوعى تدخل حد بيتك يسألك عن اسم امك، يخليك تصوت وتصرخ من القرآن، يخليك بص في مراية او غيره، كل ده كلام يعني ايه، كلام منافي للشرع ومنافي للدين. لكن انت عايز تتعالج بالقرآن، لو انت عندك جن مس او حسد تعالج نفسك بالقرآن لكن لو عندك جن سحر لازم تعالج الجن الاول وطلسم السحر اللي جوه الجسم الاول، لان ده بيتورث، وهتلاقي بناتك وعيالك نفس اللي عند الام او اللي عندهم، كمان شويه هتلاقي اولادهم كمان لو اتجوزوا هيحسوا بنفس الاعراض اللي عند الام لما يبلغوا، ودي هتبقى دي سلسله ما بتخلصش. لازم تعالج الاساس اللي هو عند الام، وبعد كده تعالج افراد الاسره مع الام، لان الطلسم بقى واحد ولازم يتعالج كله مع بعضه. هات زوجتك وهات اولادك وتعالى لي، لكن البنت اللي هي عندها حساسيه على صدرها ديت عشان كورونا وكده، حاول ما تطلعهاش من البيت يعني عشان ما تنضرش، وهات اولادك وان شاء الله نعالجهم
وزوجتك وان شاء الله نعالجوها باذن الله. وموضوع بسيط، لكن اي حد حاجه اديها لك الشيخ ده ما ترشهاش في البيت، ما تبخرش في البيت، ما ترش ميه في البيت، ابعد ابعدوا عن البيت. مدام رانيا اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. والله يا شيخ راني يعني الحمد لله بفضل الله انا كنت بتعالج عند في مركز ام في جنة. تمام. عند الشيخ سعد بارك الله في عمره. ربنا يحفظك يا رب. فصراحة انا لي 15 سنة بلف على المشايخ ورحت حوالي 20 شيخ يعني تقريبا محافظات مصر كلها رحتها. تمام. كان عندي سحر سفلي اسود. كويس. بصراحة يعني كل المشايخ شخصوا لي يعني الاعراض هي هي يعني سحر سفلي اسود. بس طريقة العلاج كانت مختلفة. بس بفضل الله يعني الشيخ سعد بصراحة يعني جاب من الاخر زي ما بيقولوا الله يبارك في عمره. وتعالجت الحمد لله. الحمد لله يعني بنسبة حالي 90% 95. ده تمام خالص، ده يبقى فضل الحمد لله يعني. تحمد ربنا بقى كده. الحمد لله. الشيخ سعد يعني بصراحة يعني أنا عاوز أقول حاجة في حق الشيخ سعد الله يبارك في عمره. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني مستحملنا كتير بنتصل بيه في أي وقت. الشيخ سعد عاكل الجو علينا بعد كده بقى، ما عادش هنعرفه احنا بقى إيه نتكلمه مع الشيخ سعد. ان شاء الله احنا بنأكد ان احنا الحمد لله الاخوة اللي مسؤولين في المراكز عندي انا معلمهم تعليم دقيق وفاهمين هما بيعملوا ايه، وان شاء الله ما يبقاش في اي مشاكل في العلاج، وان شاء الله تتعالج والسحر ده مش نهاية العالم. وعشان برضو تصريح كده لو عشان خاطر السنة الجديدة اللي احنا جايين عليها ان شاء الله اللي ربنا يا رب يزيح عنا هذه الغمة اللي الأمة فيها كورونا او اي امراض ويخلينا دايما يعني في سعادة وفي خير، ويخلينا أولادنا وأحفادنا وأمهاتنا وأبهاتنا وكل أزواجنا وكل اللي لنا ويبارك فيهم يا ربي. وإن شاء الله ربنا يحفظهم من أي سوء. احنا أول 50 حالة ده كان يعني الشيخ محمد سلام ربنا يحفظه اللي هو مسؤول إعلام بتاعي يعني قال لازم تعمل كده وعد أو حاجة للناس في بداية السنة الجديدة. أول 50 حالة في السنة الجديدة إن شاء الله دول يعني إيه هنشيلوا معاهم نص تكلفة العلاج. وهو طبعا هو قال لي أول 50 لكن أنا منقول وخمسين من عندي كمان اسم محمد أول 100 حالة في السنة الجديدة إن شاء الله نشيل معاهم نص تكلفة العلاج عشان خاطر إيه نهون على الناس. والله ده تمن حتى لو حاجة بسيطة بالنسبة للناس. أنا دايما بنشجع مشاهديني ودايما بنشجع الناس إنها ما تروحش للصحراء أو وتعالج، والموضوع بسيط جدا إن شاء الله ما فيهوش أي مشكلة، والسحر لازم يتعالج وما فيش حاجه اسمها سحر ما بتعالجش. ام يوسف اتفضلي يا ام يوسف. ام يوسف اسمعيني من التليفون بقى. ايه اسمعيني من التليفون، كلميني من التليفون، انا سامع صوتي عندك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اي يا شيخ رادي، انا والله ما عارفه ابدا منين. انا من اول ما بدات افكر ان انا اكلمك وفي حاجة معي منعين ان انا اتكلم. يعني انا صغيرة كان عندي تقريبا 4 سنين. كويس. شفت واحدة بتحط سحر. كويس. تمام. خليتها مشيت يعني هي حطته قدامي لدرجة ان هي استفارت عقلي. بعدها رحت خدته وما عرفش كلته شربته، بس انا فاكرة ان انا فتحته عملت فيه ايه الله اعلم. كويس. كويس. اول ما بي عندي 11 سنه يجي حد كده يضغط على راسي ويمسكني من قفايا واحس ان انا طايره. طايره كده فوق البيت وشايفه الناس وشايفه اخواتي وشايفه كل حاجه. كويس كويس. بعد كده بدات اشوفه في المنام يجي يقول لي انت عايزه ايه، انا تحت امرك البي لك كل طلباتك. وخاصه لما كنت الست اللي كانت يا اخت يعني لما كنت زعلانه اشوفها على طول. كويس. الست اللي انت شفتيها بتحط لك السحر ديت اصلا هي بتحضر جن؟ ايه هي بتحضر اصلا؟ لا الست دي عايشه معايا في البيت. طب انت كنت بتقعدي معاها كتير؟ ايوه عايشه معايا في البيت. طب يعني بناكل على طبليه واحده وكده. طب هي السحره مين؟ بتسالك عن حاجات او دايما كنت تقعدي معاها تسالك عن حاجات في 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 اماكن بعيد عنك؟ يسألك عن حاجة غيبيات؟ ايه يعني بتسألك عن حاجة غيبية انت ما شفتهاش بتقولك مثلا فلان راح فين فلان عمل ايه؟
لا 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 اصلا بص يا اختي، هي القصه مش سحر كده. ده المهم اللي حصل ايه، اني جيت من فتره كده من حوالي بقيت اشوفه، يعني الحاجه اللي انا بشوفها في المنام كده اشوفها في الحقيقه، وبتكلمني في ودني. كويس. بيكلمني في ودني، شفت كتله ضلمه كده زي غوريلا. كويس. قال لي تتجوزيني، انا رحت للشيخ قال لي ده عباره عن ناس. كويس. يعني انت مش ملبوسه. بعدها بقيت اول ما ادور على المشايخ يجي يكلمني في ودني. كويس. وبيهددني بنتي، انا معايا بنتي بيهددني بيها. بص يا اختي، وبشوفها دايما شعرها مولع في نار ولا يقدر يعمل حاجه. شغال. واخر مره، اخر مره يا شيخ من حوالي شهر كلمت الشيخ من القاهره قالوا لي عليه كويس. راح جاب ميه في المنام، كتفني وجاب ميه وحطها على وشي وعلى رقبتي. شفت الشيخ ولا شفت الجن يعني؟ ايه، شفت الشيخ اللي بيحط ميه عليكي ولا الجن؟ لا انا شفت اثنين، واحد قاعد على الحيطه وواحد قاعد على الارض في المنام في شارع ضلمه، شارع ضلمه ومهجور. طب حسيت في عينيهم الغدر، راح مسكني من مسكني وكتفني ورش عليا ميه. بعدها بيومين حصل لي هرش وطلعت زي حراره نار وشكلني. قال لي انت عايز تطلعيني. بص يا اختي، بص يا اختي، عشان اختصار الوقت بس بالله عليكي، هو ده حد محضر عليكي جن عشان يشتغل بيه؟ يعني حد محضر عليك قاعد معاكي فبيحضر عليك جن عشان يشتغل بيه؟ يعني انت في ناس عشان تحضر الجن او ابليس يلبسها جن ما بترضاش تلبسه لنفسها عشان ما تضرش نفسها، لان هي عارفه الجن لما بيخش الجسم بيدمره. فيقول لك انا محضر على طفل معايا، بنت مثلا، جارتي، بنت سلفتي، بنت مش، فدايما تقعد معاها وتعمل لها الحاجات دي عشان تعرف يعني تعرف تعالج بيها او تعرف تضر بيها. استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ رضي، ازي حضرتك؟ ازي اخبارك محمد؟ منور الشاشه. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا استاذ محمد يا رب. تحياتي لحضرتك جدا. انا عملت على 15 مليون الفيديو اللي تعرضت في السحر. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. ده مجهودك بقى انت، ده مجهودك انت مش مجهود يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك يا استاذ محمد. سريعا كده يا شيخ عشان الوقت، احنا عندنا الحمد لله متابعين من كل حته. تمام. سريعا، هولندا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة، كرواتيا، قبرص، التشيك، تمام، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، واليونان. تمام. طبعا الدول العربية كلها طبعا. تمام. تمام. وطبعا عندنا متابعين في كل حتة الحمد لله. ربنا يحفظك. ده مجهودك انت يا استاذ محمد. استاذ محمد سلام هو المسؤول عن الاعلام بتاعي يعني، او هو اللي يعني اللي بيحركني على السوشيال ميديا والاعلام ده. ده مجهودك انت يا استاذ محمد. ربنا يبارك في عمرك. طب عايزين نقدم بقى كده مفاجأة بسنة جديدة للمتابعين لحضرتك في مصر. انا قدمتها، قلت انت قلت 50، قلت لي 50 حالة، انا قلت لك 100. ايوه. طب تمام. انا اقرب منك اهو في دي بقى اهو، انت قلت 50 قلت لك انا 100 يا عم. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ودايما متوسع كده، وربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب يا رب يا سبحان الله، دايما النجاح للنجاح يا رب. ربنا يكرمك يا محمد، ربنا يحفظك ويحفظ فريق العمل بتاعك، ربنا يبارك فيه يا رب. ناس مجتهده فعلا، وربنا يبارك فيكم يا استاذ محمد. اشكرك حبيبي. استاذ محمد، الاستاذ محمد سلام ده اخويا، يعني اخويا الصغير، هو مش اخويا، اخويا شقي، لكن هو يعتبر اخويا، وده انسان مخلص جدا ومن افضل الناس اللي شفتها في حياتي يعني، ربنا يبارك فيه. وعنده همه وعنده نشاط وعنده نصايح كويسه، ودايما بيحرص على المريض اكتر مني يعني، دايما ايه يتعارك معايا على المريض او المسحور، نعمله كذا، لازم نخلو كذا، يعني ايه دايما حريص على مصلحه الناس صراحه يعني. ربنا يبارك فيك يا سبحان. برضو الفيديو جاب 15 مليون و100 الف مشاهده، ده مجهودك برضو يا محمد، وده بيدل على ان في فعلا مشاكل الناس حاسه بيها والناس عايشاها، ولسه ان شاء الله اكتر، ويكون في اكتر من كده باذن الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. اخر عرض بس اللي هو اللي احنا قلناه، اللي هو حب النظر، العورات دايما البنت تحب انها تنظر الى عورتها او عورات غيرها دايما دايما يعني. كان في حاله عندي تقول لي انا دايما اي ما اشوف انسان ما ننظرش الى شيء الا الى عورته بس، وده بيكون ده من اعراض السحر اللي يعني معمول لعدم الجواز او العنوسه. وحب النوم على البطن، انها تحب دايما على طول انها تنام على وشها، او لو كان ذكر برضو نفس الطريقه كده يحب ينام على وشه يعني. وطبعا دي الاعراض اللي هي مرتبطه بالبنت، احنا خلصناها اهوت، وان شاء الله الحلقه القادمه نتكلم على الاعراض اللي هي خاصه بالعريس، ونتكلم والاعراض سحر المحبه اللي هي مرتبطه، لان يعني في حد بيعمل سحر محبه لحد
عشان خاطر ما يحبش غيره او ما تحبش غيره وتفضل دايما متعلقه بيه، ما تشوفش انسان غيره في حياتها، اي عريس تيجي ترفضه ما تشوفش الله فلان فارس احلامها بس، ودي بتكون يعني حالتها يعني ربنا بيكون في عونها، بتكون حاله صعبه لانها بتحب انسان مش في ايديها او وهي يمكن تكون ما تعرفوش او مش شايفاه او دايما متعلقه بشخصيته بس، لو هي لو شخصيته او شخصيه العريس اللي جالها ما فيهوش الشخصيه اللي هي متعلقه بيها او اي ميزه في العريس اللي هي اللي معمول لها سحر ده عشان تحبه، ده بيبقى دايما بتنظر للعريس اللي قدامها ان ده مش كويس بالنسبه لي ومش متوافق معاه. نشكركم يعني ان شاء الله على يعني على حسن استماعكم، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ونكون دايما مقدم كل جديد. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.